مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، الأجواء ستبقى مشمسة تماما على المدن الساحلية الوسطى وحتى الشرقية، لكن أجواء شبه رعدية فيما يخص السواحل الغربية. بالمناطق الداخلية الغربية فالأجواء ستبقى مغشاة جزئيا عدا بعض الرعود المنعزلة التي ستكون مرفوقة بأمطار رعدية، هذا على المناطق الداخلية الغربية. احتمال تشكل لبرد، هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء، مناطق الجنوب الغربي للوطن، أقصى جنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتسيلي. خلال هذه الليلة ولصباح الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 بشمال الصحراء، 32 بورقلة، 34 درجة بأدرا، 33 بإن صلاح، 27 درجة بتندوف، 36 جانت، لتقارب 35 درجة بأقصى الجنوب. ظهيرة الغد بحول الله درجات الحرارة القصوى إذن لتقارب 40 درجة بتيزي وزو، غليزان، شلف ومعسكر، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 33 بعنبة سكيكدا قلمة، 35 درجة ببتلة والجلفة، 33 درجة بالبيض، 39 بتلمسان، لن تتعدى 40 درجة فيما يخص ولاية بشار، غردايا، الواد بسكرة، 42 درجة بورقلة، 45 درجة بأدرار، بوربجي مختار، 44 درجة بإن صلاح إنكزا، 38 درجة فيما يخص تمن راست وجنات. لملاحة والصيد البحري، نهار الغد فالبحر سيبقى هادئ، هذا على السواحل الشرقية، سرعة رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والغربية، سرعة رياح معتدلة يمكن أن تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، والرياح ستأتي ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية. خاصة الجزائر العاصمة وضوحها، نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا والغروب على الساعة 7 مساء و45 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.